مريم بونجور، صباح الهنا عليكي، ويعني سامعينك طبعا، وقولي لنا ايه اخر الاخبار اللي عندك خاصه طبعا بالنادي الاهلي وكل الفرق عندنا، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها طبعا كل الامور المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا قطاع الناشئين، واكيد هيبقى معانا يعني اخبار تخص افتتاح فرع التجمع الفرع الرابع للنادي الاهلي كان العظيم طبعا النادي الاهلي. فالحقيقه النهارده ان احنا معانا وجبه دسمه تخص كل هذه يعني الموضوعات. الحقيقه خلينا نبدا بالفريق الاول لكره القدم طبعا، يعني بعد امبارح بعد ما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، يمكن كانت هذه المباراه مؤجله من الجوله ال 27 من عمر بطوله الدوري الممتاز. الحقيقه يعني شفنا يعني مباراه محترمه جدا قويه جدا، الحقيقه ان هي كانت بمثابه بروفا قويه جدا للنادي الاهلي قبل طبعا اكيد لقاء الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وتحديدا يعني ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، خاصه ان سيراميكا كليوباترا الحقيقه عنده عناصر كتير جدا في اللاعبين يعني أقوية جدا سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وطبعا يعني تحت إشراف المدير الفني كابتن حلمي طولان، أكيد يعني كابتن كبير جدا ومخضرم ولديه يعني العديد من الخبرات في مختلف الأندية. فعلشان كده الحقيقة يعني هي كانت بمثابة بروفا قوية جدا لاستعداد النادي الأهلي. والحقيقة يعني قرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بدون راحة استئناف المران النهاردة. إن شاء الله التجمع هيكون في تمام الساعة 5 مساء، وهيبدأ المران في تمام الساعة 6 مساء، ده طبعا استعدادا لمباراة الوداد في طبعا نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هتقام يوم الأحد المقبل تحديدا يوم 4 يونيو على استاد ملعب القاهرة، طبعا ده في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة أن النهاردة أكيد هيكون يعني المران في غاية الأهمية، وأن هو هيشهد يعني عودة بعض من اللاعبين المصابين. الحقيقة يعني كل جمهور النادي الأهلي كان قلقان جدا من عدم خوض بعض اللعيبه لمباراه الوداد، الحقيقه ان احنا عايزين نطمنهم ان شاء الله يدخل النادي الاهلي بكامل جاهزيته وكامل اللعيبه ان شاء الله في هذه المباراه. النهارده يعني من المتوقع انه يعود حمدي فتحي مره اخرى طبعا ل يعني التدريبات الجماعيه بعد ما كان تم اصابته بألام في العضلة الخلفية، والحقيقة أنه هو خضع طبعا لبرنامج تأهيلي، يمكن كان برنامج تأهيلي مصغر وكان يعني بيتضمن الجري حول الملعب وأيضا يعني الخضوع لبعض الفقرات، ده طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة. وكمان يعني يمكن عايزين نطمن أكيد برضو كل جماهير النادي الأهلي على جاهزية بقية اللاعبين اللي تم الإعلان عن إصابتهم خلال الفترة الماضية، يمكن بخلاف كمان حمدي فتحي طبعا أكيد حارسنا يعني حارس الاول للنادي الاهلي كابتن محمد الشناوي، الحقيقه انه متوقع ان هو يعود النهارده في المران، ولو يعني لم يعود النهارده هيكون ليه عوده سواء في مران الغد او بعد غد، ولكن ان شاء الله يعني تشهد المران النهارده عودته مره اخرى. الحقيقه يعني محمد الشناوي كان بقاله حوالي ما يقرب من اسبوعين في الاصابه، والحقيقه ان هو يعني يمكن عمل على قدم وساق علشان يعود مره اخرى وعشان يكون متواجد في مباراه الوداد طبعا بعد ما تم يعني الاعلان عن اصابته في عضله السمانه او الام في عضله السمانه. والحقيقه ان هو كان اصيب يعني قبل تحديدا مباراه العوده امام نادي الترجي، وايضا علي لطفي يمكن في مباراه ام بي الماضيه برضو يعني تم الشكوى من الام في عضله الخلفيه، والحقيقه ان علي لطفي ايضا ان شاء الله يكون جاهز ان شاء الله في مران النهارده. ايضا يمكن طبعا مصطفى شوبير الحقيقه ان احنا شفناه بيتالق في يعني مباراه امس امام سيراميكا كليوباترا، والحقيقه ان هو ده على الرغم من اصابته بجرح قطعي في الجفن العلوي طبعا في مباراه طلائع الجيش، ولكن الحمد لله طمنا عليه امبارح وشفناه كمان باداء كبير جدا. ان شاء الله يعني النادي الاهلي يشرفنا، وان شاء الله يعني يشهد كمان مران النهارده والغد وبعد غد اكيد عوده المصابين علشان كل جماهير النادي الاهلي تبقى مطمنه ان النادي الاهلي في امان. وحتى يعني ده لو لم يحدث، ولكن الحقيقه ان هو بنسبه 100% ان شاء الله هيحدث. دايما بنرفع شعار الاهلي بمن حضر، ولكن ان شاء الله نطمن على كل لاعبتنا في مران اليوم وايضا مران الغد ويعني مران الايام المقبله قبل مواجهه طبعا الوداد المغربي. خلينا بقى ننتقل لاخبار قطاع الناشئين. الحقيقه يعني ان قطاع الناشئين شايفين في طفره كبيره جدا وتغييرات كبيره جدا طبعا، يعني شفنا تشكيل جديد خلال الفتره الماضيه برئاسه كابتن طبعا بدر رجب، يعني ليه خبره مطوله اكيد في هذه القطاعات سواء خارج البلاد
او كمان داخل البلاد. وعشان كده امبارح كان في اجتماع هام جدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اجتمع بالتشكيل الجديد طبعا لقطاع الناشئين زي ما انا قلت برئاسه طبعا يعني يمكن كابتن خالد بيبو، حضر كابتن خالد بيبو طبعا رئيس قطاع الناشئين، وايضا حضر يمكن كابتن وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين، وايضا كان موجود كابتن بدر رجب المدير الفني الجديد لهذا القطاع اللي جاء طبعا خلفا للتشيكي مستر مايكل بروكيتش اللي يمكن كان تولى المسؤوليه يعني تحديدا في شهر اغسطس من عام 2020، ويمكن يعني امتدت مسؤوليته لمده ما يقرب من 3 سنوات، وبعديها خلفا ليه جاء طبعا يعني زي ما احنا شفنا تم الاعلان منذ اسبوعين عن تولي كابتن بدر رجب لمسؤوليه قطاع الناشئين، وايضا يمكن مؤخرا كمان تم الاعلان عن تولي كابتن احمد ناجي الاشراف على طبعا مدربي حراس المرمى في القطاع. امبارح الحقيقه كان الاجتماع في غايه الاهميه مع التشكيل الجديد، وحضروا يعني يمكن ايضا كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بجانب طبعا التشكيل الجديد لقطاع الناشئين، يعني يمكن كمان حضر اكيد كابتن محسن صالح اكيد رئيس لجنه التخطيط، وايضا في عضويه هذه اللجنه طبعا يعني كابتن زكريا ناصف، وايضا حضرت الاجتماع استاذه حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص ب النادي. والحقيقه ان هو كان اجتماع مثمر، وكان يعني في خطه او وضع خطه واستراتيجيه جديده الحقيقه يعني علشان يمد النادي الاهلي او يعني الفريق الاول لكره القدم بالعناصر اللي بيحتاجها طبعا النادي الاهلي، وده اللي احنا شفناه خلال السنوات الماضيه. دايما قطاع الناشئين بيثمر بلعيبه الحقيقه بتقدر ان هي تشرفنا سواء في النادي الاهلي، وايضا كمان يعني ممكن بعضهم كمان بيحترف خارج النادي الاهلي في يعني بعض الدول أوروبية، وده الحقيقه اللي تم وضع استراتيجيته امبارح انه يتم توفير العناصر طبعا المميزه وامداد الفريق الاول لكره القدم بهذه العناصر خلال الفتره المقبله تحت قياده المدير الفني الجديد كابتن بدر رجب. وايضا يعني خلينا نقول ان تم وضع استراتيجيه كمان ل يعني تشكيل سواء الاجهزه الطبيه او الاداريه او الفنيه لكل فرق القطاع او لكل يعني الفرق في مختلف المواليد خلال الفتره المقبله. خلينا بقى يعني يمكن اكيد لا صوت يعلو فوق صوت افتتاح الفرع الرابع، وهو فرع التجمع للنادي الاهلي. خلاص يمكن 48 ساعه بتفصلنا عن افتتاح كبير جدا وافتتاح مبهر اكيد بينتظره كل اعضاء النادي الاهلي سواء اعضاء الجمعيه العموميه وايضا يعني جماهير النادي الاهلي، اكيد هنشاهد ده على شاشه قناه النادي الاهلي. خلاص يعني يمكن 48 ساعه بتفصلنا عن هذا الافتتاح الكبير للكيان العظيم. خليني يعني اقول لك يا نهواند واقول كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان الحقيقه ان هم اكيد عندهم فضول كبير جدا ايه اللي هيتم في الافتتاح، اكيد دي هتبقى مفاجات، ولكن خليني اقول بعض المعلومات اللي سبقت هذا الافتتاح. الحقيقه ان امبارح كان يعني تاني اجتماع للجنه العضويات، يمكن كان اول اجتماع للجنه العضويات يمكن تم يوم الاربعاء الماضي، كان برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في اقبال كبير جدا. الحقيقه ان امبارح كان في ايضا تاني اجتماعات لجنة العضويات، ولكن كان برئاسة الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة كان في إقبال كثيف جدا لطلب طبعا يعني الاشتراك في عضوية الفرع الجديد فرع التجمع الخامس من النادي الأهلي. الحقيقة أن تم قبول ما يقرب من 130 عضوية. يعني يمكن عايز أتكلم يا نهواند شوية عن فكرة وجود أعضاء النادي الأهلي داخل أو لجنة العضويات داخل الفرع الجديد ده، طبعا علشان يمكن الأعضاء تقدر أن هي تشوف قدام لايف كل المنشآت وكل يعني الأمور اللي تم طبعا تنفيذها على أرض الواقع. يمكن ده أول فرع يحصل فيه الأمر ده، يمكن دايما كانت لجنة العضويات بتجتمع في المقر الرئيسي بالجزيرة، وطبعا يعني علشان الاشتراك في الشيخ زايد أو مدينة نصر الحقيقة، ولكن يمكن عكس كل الفروع السابقة لأن تم الانتهاء من أكثر من 80% من تنفيذ المنشآت الجديدة بفرع التجمع الخامس. عشان كده يعني قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يكون يعني لجنة العضويات داخل الفرع نفسه علشان يكون في رؤية لايف للأعضاء. ويمكن عايز أتكلم كمان أنه الأعضاء اللي يعني اشتركوا في خلال لجنة العضويات الأولى اللي تمت يوم الأربعاء الماضي
يمكن نقلوا تجربتهم يعني الممتعه داخل النادي، علشان كده يعني نقلوا للاعضاء الجدد، وعلشان كده يمكن الاعضاء الجدد كمان قالوا ان هم جم يعني على سيره كل ما تم نقله ليهم لايف. والحقيقه يعني عايزين نتكلم كمان انه امبارح كان في يمكن تشغيل تجريبي للاكوا بارك للموجوده داخل فرع التجمع الخامس، والحقيقه ان هو التشغيل الرسمي ليها هيكون يوم الافتتاح. الحقيقه يعني ان كل المشرفين على النادي طبعا برئاسة العميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع التجمع، الحقيقة أن هم شغالين شغل الحقيقة زي ما احنا بنقول كده شغل من نار، علشان يكون الافتتاح يليق بكل من ينتمي لمؤسسة وكيان النادي الأهلي. الحقيقة يعني أن يمكن زي ما أنا قلت 80% من المنشآت تم الانتهاء منها، والحقيقة أن كل الناس الحقيقة ابتدت أن هي تصور النادي الأهلي أو فرع النادي الأهلي بتجمع الخامس، ويتداولوا هذه الصور يعني على السوشيال ميديا، بيتكلموا انه زي ما انتم شايفين صرح كبير جدا، يا ريت كل الانديه تحتذي بهذا المثال، وكل طبعا الانديه يعني يكون ليها تطور مثل هذا النادي. الحقيقه خلينا نقول ان افتتاح يوم الخميس بعد غد خلاص يعني تم دعوه عدد كبير جدا من طبعا رجال الدوله، الحقيقه يعني يمكن هيكون في عدد كبير جدا كمان من قدامى لاعبي النادي الاهلي، قدامى طبعا مجلس اداره النادي الأهلي، زي ما احنا تعودنا وشفنا في أي محفل كبير للنادي الأهلي بيتم توجيه الدعوة لكل من ساهموا في تطوير منظومة ومؤسسة الكيان العظيم النادي الأهلي، وده طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب. يمكن أبرز اللي تم يعني توجيه الدعوة ليهم أكيد من رجال الدولة، يعني بيأتي على رأسهم طبعا أكيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وأيضا وزير الإسكان، وأكيد هيكونوا متواجدين علشان يشهدوا افتتاح هذا الصرح العظيم. طبعا ديانا هواند كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، كلمه ليكي مره اخرى. بصي يا مريم، انت اتكلمتي عن كذا نقطه مهمه جدا طبعا بجانب التغطيه عن اخبار الفرق المختلفه واخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، اتكلمتي عن اجتماع قطاع الناشئين واعتقد ده في غايه الاهميه، ويمكن وانت بتتكلمي كمان عرضنا صوره ويا ريت لو ننزلها تاني لان صوره جميله جدا، هي طبعا من الاجتماع بالامس مع كابتن محمود الخطيب، وكان فيها زي ما حضراتكم شايفين العديد من الرموز الكبيره جدا والمعنيه بهذا القطاع، لكن كمان في الخلفيه لما نشوف صوره كابتن حسن حمدي، والفكره كلها ان انت في النادي الاهلي ما عندكش حد لما بيجي بيمسح تاريخ اللي قبليه، انت عندك تكمله وبتبني على اللي تاسس، فهو ده النادي الاهلي، واعتقد مشهد في غايه الاحترام. اتكلمتي عن كابتن بدر رجب طبعا المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين يا مريم، وطبعا هو قيمه وقامه كبيره جدا، طبعا هو كان بيعمل بالامارات لعده سنوات في نادي الجزيره الاماراتي تحديدا، وقدم العديد كمان من الاسهامات في هذا النادي تحديدا، وبعد كده جه، واعتقد ان احنا في امس حاجه طبعا لكل يعني خبره من ابناء النادي الاهلي ان هم يجوا ويعطوا ويمدوا النادي الاهلي بالخبرات بتاعتهم، خصوصا لما بنتكلم عن قطاع الناشئين والقطاع الاساسي في اي نادي كان، فاحنا في امس حاجه لكل الخبرات طبعا المصريه. فدي نقطه كانت في غايه الاهميه اللي انت تحدثتي عنها، تحدثتي ايضا عن طبعا يعني فرع النادي الاهلي بالتجمع، وعايزه اقول لك ان ناس كثيره من دلوقتي واكيد انت بتتعرضي لده كمان لما بيقابلونا بيقعدوا يسألونا عن كيفية الاشتراك والاستمارة، طب نجيبها منين، ويقولوا لنا طب العضوية بقت بكام، طب التقسيط ازاي، أسئلة وتفاصيل هم بيبقوا حابين جدا أو حريصين ان هم يعرفوها لان هم حابين ان هم ينضموا. شفنا كمان ناس كتير، وكانت لقاءات يا مريم عملناها لما كنا بنعمل لقاءات عشوائية، لقينا ناس بتنتمي لأندية مختلفة بتتكلم ان هم لما بيدوروا لاولادهم على كيان ينضموا ليه كنادي رياضي بيروحوا للنادي الاهلي لان هي منظومه ناجحه بكل الاشكال. فكلام كله اعتقد محترم جدا ومثبوت بالادله والواقع، مش احنا طالعين نجمل يعني الصوره، فكلام محترم. نتمنى اكيد التوفيق، وبضم صوتي لصوتك، نتمنى ان شاء الله كل النجاح ومزيد من التالق للنادي الاهلي. بشكرك جدا زميلتي العزيزه على هذه التغطيه الرائعه مريم سميح، شكرا ليكي.